فيه تدابير جديده لاجراء قانون الاجراءات الجزائيه من حيث انجاز الاجراءات. ردوا بالكم امر يتعلق بحقوق الدفاع ياك فيما يتعلق بتحرير المحضر وبحضور العون، هذه كلها امور يجب مراعاتها. هي في الحقيقه هذه المساله جابت لنا نتائج هائله، لولا هذا مع جائحه كورونا كنا ربما نقع في مشاكل اكبر، والحمد لله اليوم القانون سهل لنا المهم. بكري كانت في اشكال يقبل ما يقبلش المتهم، اليوم خلاص القانون عالج هذه الاشكاليه، وبالتالي علينا ان نستغل هذه الفرصه المتاحه لنا للقضاء على هذه المشاكل.